عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. كذا أيضا ينطلق شوطنا التاسع. تابعنا الشوط الماضي شوط المختبر حجي بن محمد بن حج الهاملي تانينا والناموس. انتقلنا إلى الشوط التاسع بمجموع هذه الأشواط ويحمل فئة الإبكار الصعوب الشوط الثاني للإبكار الصعوب. نتابع الشاهينية على المركز الأول. الشاهينية سيف بن غالب بن سلطان المنصوري، بينما المركز الثاني يتابع الوصول على ثاني الأسماء من الضبية. الضبية سالم بن سعيد بن محسن الفلاحي يقدم لنا الضبية في ثاني الأسماء، بينما المركز الثالث شوف اللي واصله في ثالث الأسماء من الجانب الآخر. بنحاول نشوف هذا الاسم وصلت في هذه اللحظات اللي هي الشاهينية حميد بن عمر المنصوري. والمركز الرابع الشاهينية عيسى بن فارس الخاطري، ولكن البداية الشاهينية ما شاء الله ما شاء الله يا شاهينية. حميد بن عمر المنصوري يقدم الشاهينية، ولكن اهتمام بدأت تهتم بالمركز الأول. عيسى بن فارس الخاطري يقدم لنا اهتمام على مقدمة الشوط على المركز الأول. بدأت هنا بالانطلاق. بسم الله ما شاء الله تبارك الله على هذه الانطلاقة، انطلاقة اهتمام عيسى بن فارس الخاطري ما شاء الله تبارك الله باحثة عن النقطة الثانية في هذا الصباح مع هذا الشعار، شعار الخاطري مع اهتمامه بهذه النهاية. نهاية مميزة، انفراد مميز. سلام الخاطري، سلام اهتمام عيسى بن فارس الخاطري. تهانينا والناموس ما شاء الله على هذه النهاية. نهاية مميزة ما شاء الله. المركز الثاني كانت في شاينية بشعار سيف بن غالب بن سلطان المنصوري. المركز الثالث وصلتنا شاينية حميد بن عمر المنصوري. هكذا التوقيت الزمني دقيقتين واثنين وعشرين ثانية وتسعين جزء من الثانية سجلت معنا اللي هي اهتمام عيسى بن فارس الخاطري. تهانينا والناموس والتهنئة لجميع